Oh!
يسكت العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم السيسي، خاين عمره ما يبقى رئيسي. عفتاح يا عفتاح، عفتاح يا عفتاح. حطه على المدرة كده وزقه هو يمشي لوحده والله. انزل من ورا. الاسعار دلوقتي رفعت طبعا كلها. ايه السبب؟ يعني القماش غلي والتصنيعات غليت، كلها غليت في البلد. حتى المصنع يعني الصناعي كان بيصنع الحته مثلا ب 10 جنيه، دلوقتي الحته بتصنع ب 25 وب 30 عشان برضه بيقول لك انا الدنيا غاليه. الواحد لما كان يشتري طقمين ثلاثه لا بقى يشتري طقم. الواحد مثلا لما كان ينزل ياخد بنطلونين وقميصين مع بعض لا بياخد حاجه واحده بس.
ففي في انتاج مصري في الكلام ده كله، بس ما بقاش في بيع وشراء زي الاول. لا لا صار طبعا ارتفعت ارتفاع يعني غير السنه اللي فاتت وغير اللي قبليها واللي قبليها، وخصوصا السنه دي يعني خصوصا لما الدولار اترفع وكده بقى ب 18 وحاجه، كان ب 8 جنيه بقى ب 10 بقى ب 18 جنيه، فرق 10 جنيه. فده التجار بتستغله، بتخلي بدل يعني بدل ما الحاجه ب 10 بتخليها ب 20. والتاجر الصغير برده بيبقى ضعيف لان حاجته بتبقى ضعيفه، فالزبون اللي هو الطبيعي ما بيشتريش بسبب الغلا. يعني المفروض يكون في رقابه على التجار اللي هي الكبيره مش الصغيره، لان التجار الصغيره معلية اللي هي بتشتري من مكاتب الجمله حاجه غاليه حاجه رخيصه، هي عايزه تاكل عيش خلاص فبتشتريها، وبالتالي اللي هو يحط المكسب بتاعه على الزبون، فالزبون طبعا بيستغل الحاجه ما بيشتريش، فبيصبح في ركود في السوق. يعني والله يا بنتي الاسعار بين طالع وبين نازل، ومن ساعه الدنيا ما غلت ونزلت ما فيش شغل زي الاول. يعني الأسباب الأسعار الغالية والقماشات الغالية والدولار اللي عمال يطلع وينزل، هو دي حركة شغل. وكناش كده يعني، لو أنا ببيع ب 1000 جنيه كل يوم ما ببيعش ب 200 جنيه كل يوم، وبتاع الجملة ما ببيعش يبيع الأول زي الأول. هو المستورد النهاردة بقى عامل زي المصري، هي المشكلة كلها في السلعة اللي هي بتتحط للزبون اللي بياخدها. الزبون عايز الحاجة القريبة عشان يعرف يلبسها. ما أنا أجيب لي حتى مثلا ب 250 جنيه زي حتى ب 150 جنيه ولا ب 100 جنيه، الغلو هو اللي عمل كده. الغلو بتاع الدنيا اللي احنا فيها عايشين فيها دي، احنا بقالنا كام سنه النهارده على الوضع ده؟ هديكي شايف المكتب عامل ازاي. يعني اسباب كتير، فشل من الحكومه، فشل في سياساتها، تعويم الجنيه ده كان بالنسبه لنا برضو فشل كبير، وطبعا تاثيره باين على الوضع الحالي دلوقتي. الرئيس السيسي مثلا عمل قانون طوارئ، فلازم يعمل حاجه زي قانون الطوارئ على الاسعار، يعمل مثلا قائمه اسعار جبريه تنزل للناس تبقى معروف دي سعرها ايه ودي سعرها ايه ودي سعرها ايه. على الاقل مثلا لو في جشع من تاجر او جشع من اي حد هيرجع لقائمه الاسعار الجبريه ديت وهيبص فيها، هنقدر ان احنا نحارب الغلاء وهنقدر نحارب الاسعار. وفي نفس الوقت برضو المطالب من رجال الاعمال والتجار الكبيره ديت ان هي تساعد في احنا في حاله حرب زي ما بيقولوا. انا هوجه رساله لمجلس الشعب او مجلس النواب، هقول لهم يا جماعه لو سمحتوا اشتغلوا كويس جدا على موضوع الاسعار دوت، حاولوا تعملوا قوانين رادعه لكل التجار عشان نقدر كلنا نعيش مثلا، يعني كل الفئات تعيش، الطبقه الفقيره والطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه.